السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من آيات وآلاء. هذا البرنامج الرمضاني اليومي الذي يتمنى لكم مقدموه ومعدوه وكل العاملين فيه صياما مقبولا وطاعات موفقين لها بإذن رب العزة الكريم. ونحن نحاول في هذه الحلقات المتواصلة أن نأخذ التوجيهات التفسيرية لبعض من آيات الله التي عرض فيها آلاءه الكبيرة. في هذه الحلقة من آيات وآلاء نأخذ سورة القدر المباركة في توجيهات تفسيرية تتناول هذه السورة المباركة. في البدء ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة زاكية كريمة مباركة في آيات سورة القدر الكريمة. بسم الله الرحمن زاكية كريمة عطرة في آيات مباركة من سورة القدر. في البدء أرحب بضيوفي الأكارم الذين ينضمون إلينا من كركوك سماحة الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق، ومن ميسان الشيخ أحمد الكناني، ومن استوديوهاتنا في بغداد الباحث والأكاديمي الأستاذ سلام العبودي. والبداية مع ضيفنا من كركوك سماحة الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق. سمحت الدكتور حياك الله وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم صوما مقبولا إن شاء الله، وإلى أي توجيه تفسيري تأخذنا في هذه الآيات الكريمة من سورة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السورة المباركة سورة القدر تكسب أهميتها من مضمونها، من عظمة مضمونها، من عظمة ما يطرح فيها في هذه السورة. طبعا هذه السورة يتميز عن بقية السور أنها فقهيا يمكن أن تقرأه في كل أوقات الصلاة، في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، في صلاة العصر أو المغرب والعشاء، والحال في بقية السور هناك سوى سورة قل هو الله أحد أنه في صلوات خاصة يستحب قراءته، ولكن سورة إنا أنزلناه يستحب قراءته في كل الصلوات، في حتى سواء الصبح أو الظهر أو العصر. لأهمية هذه السورة، أهمية هذه السورة ينشأ من مضمون هذه السورة، السورة التي تطرح لنا موضوعا مهما من المسائل، مسائل الإسلامية، وهو قضية ليلة القدر، حيث تصرح الآية الشريفة في أول السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيصرح أننا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. فعظمة هذه القرآن أنه نزلت منسوبة إلى الله عز وجل، يعني الله عز وجل بنفسه يخاطب بصيغة المتكلم بأننا أنزلنا، فيبين عظمة القرآن الكريم. وكذلك أنه إنا أنزلناه في ليلة القدر، كلمة القدر لم يعني له معاني، طبعا فسروه بعدة معاني المفسرين، فالبعض قالوا أن عظمة ليلة القدر لأنها ليلة
فهذه الليلة له منزلة، لأن القدر بمعنى المنزلة، له منزلة خاصة عند الله عز وجل. والبعض قالوا لأنه نزلت فيه القرآن، القرآن له عظمة خاصة فتكتسب هذه الليلة هذه العظمة، ولكن هناك رأي آخر. هذا الرأي الآخر سمحت الدكتور، أود أن أعود لجنابك الموقر فيه لو سمحت في محور لاحق أن نأخذ الرأي الذي توجهنا إليه التفسيرات الدينية في هذه السورة المباركة، وأنتقل إلى ميسان مدينة العمارة إلى سمحت الشيخ أحمد الكناني. أهلا ومرحبا بجنابك الموقر سمحت الشيخ، وإلى أي توجيه تفسيري تأخذنا في هذه الآيات الطيبات؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما هو أهله، وصلي يا رب على محمد وآل محمد. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع أنحاء العالم، وفي وخصوصا الأمة الإسلامية. أسأل الله أن يعيننا على قيامه وصيامه، ويجعلنا من عباده الصادقين الصالحين المقبولين عنده. أما المباحث التفسيرية لسورة القدر على وجه السرعة، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. المعلوم لديكم أستاذنا وجميع المشاهدين وسماحة الشيخ إنه القرآن أنزل على مدى 23 سنة، هناك أسباب نزول، أماكن وأزمنة لنزول الآيات القرآنية، وهنا يقول إنا أنزلناه في ليلة، ليلة مباركة، ليلة القدر. فكيف نوفق بين أنزلناه في ليلة القدر وبين ذاك النزول التدريجي على مدى 23 سنة؟ هناك رأيان. الرأي الأول يقول إنه أنزل القرآن دفعة واحدة إلى البيت المعمور في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي تعتبر قلب لشهر رمضان، وشهر رمضان قلب للسنة كاملة. وللعلم أنا اطلعت أنه في شهر رمضان لم ينزل القرآن فقط، وإنما جميع الكتب السماوية، التوراة، الإنجيل، الزبور، أنزل في شهر رمضان. فالله تبارك وتعالى في ليلة القدر أنزل القرآن في البيت المعمور، والبيت المعمور هو في السماء الرابعة بمحاذاة الكعبة، أنزل في ليلة واحدة. أما النزول التدريجي، حتى نوفق بين النزول التدريجي والنزول دفعة واحدة، كيف نوفق؟ إنه أنزل في ليلة واحدة التي هي ليلة القدر في البيت المعمور، ثم أخذ يتدرج بالنزول على قلب النبي حسب الأحداث التي تلاقيه، حسب الأزمنة وحسب الأمكنة وأسباب النزول. الرأي الثاني يقول إنه أنزل ليس في البيت المعمور، وإنما أنزل دفعة واحدة على قلب النبي، وهذا فيها أغراض كثيرة، منها إنه يثبت قلب النبي المتأذي المهموم الذي يقول: ما أوذي نبي كما أوذيت. فجاء نزول القرآن دفعة واحدة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله. أما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنا سؤال يسأل: لماذا قال في ليلة القدر ولم يقل في نهار القدر؟ إذا وقتي يسمح حتى أكمل. سمحت الشيخ ليلة الكنانة. القدر ولم يقل هذا في نهار السؤال لماذا ليلة وليس نهار، هو ما سأدعه في جعبتك وأعود لاستلام إجابته لاحقا إن شاء الله. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفنا في بغداد الأستاذ سلام العبودي، حياك الله من جديد، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم، وإلى أي توجيه تفسيري تأخذنا في هذه الآيات الكريمة؟ حياكم الله وبياكم، رمضانكم مبارك، تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم وبلغكم تمامه. في حلقة سابقة تطرقنا إلى العلاقة بين القدر والقدر، وقلنا أن القدر هو محل حرية الله، والقدر هي محل حرية المخلوق. وفي محل حرية الله تظهر لنا المتناقضة المعلومة
بين العلم والحرية، فنحن نقر بأن الله حر حرية تامة وكاملة وقادر قدرة تامة، وهو أيضا في نفس الوقت عالم علم كامل. هنا تظهر freedom knowledge paradox، المتناقضة بين العلم والحرية. فإذا كان الله عالما علما كاملا فهو سيكون قيد علمه وأسير علمه. يعني الله سبحانه وتعالى نحن نقول بأنه قادر ومقتدر وحر، يريد أن يغير في أي لحظة في أي شيء، كل يوم هو في شأن وهو حر وقادر فيغير. وهذا هو مفهوم البداء لدى متكلمة الشيعة ولدى المفهوم الإسلامي المعروف، فمنهم من أنكره ومنهم من أثبته ويستشهدون عليه بالآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إحدى أهم وأوضح مصادق هذا المفهوم هو البداء. ويقول في روايات متعددة لكل نبي أخذ الله عليه ثلاثة: التوحيد والإيمان باليوم الآخر والبداء، لأهمية البداء من المنظومة العقائدية الإسلامية، فهي حرية الله بالتغيير. لكن هل هذا التغيير معلوم مسبقا من الله؟ أي عندما يغير الله شيء معين، حدث معين أو أمر معين، هل يعلم الله أنه سيغير هذا الشيء أو هذا الحدث؟ إذا كان الله عالما بأنه سيغير، فهذا التغيير إذن ليس تغييرا حقيقيا، إنما هو ظاهري. الأصل هو العلم المسبق بالتغيير. سيقول لك البعض أنه يظهر للناس أنه سيكون كذا ويغيره الله بعلمه المسبق، لكن النص لا يقول كذلك، يقول بدا لله ولم يقل بدا للناس، أي ظهر لله شيء جديد أو رأي جديد، كما كان الله ولم يكن شيئا معه، فأحب أن يخلق فخلق الخلق. فهل خلقه للخلق عن علم مسبق؟ إذا كان على العلم المسبق فنحن فإذا الخلق قديم بشكل ما على شكل علم، ونحن نقول الخلق محدث وليس قديم. فهذه الإشكالية بين علم الله المسبق بالتغيير والتغيير نفسه متناقضة. لا يكون التغيير تغييرا إذا كان معلوم مسبقا. يعني أنت إذا نويت أن تخرج إلى مدينة أخرى في اليوم التالي، لكن أنت مسبقا تدري أنه أنت راح تغير رأيك وما تطلع، فمن ثاني يوم تغير رأيك وما تطلع، هذا مو تغيير، هذا هو الأصل. فكيف نحل هذه المشكلة بين علم الله التام والكامل وبين حريته التامة؟ أحسنت، كيف تحل هذه المشكلة هو ما أدعه في جوابتك لاستلامه لاحقا، وأنتقل إلى كركوك إلى سماحة الشيخ محمد عبد الخالق في عودة أخيرة لجنابك الموقر. سماحة الدكتور تفضل. نعم، القرآن الكريم طرح لنا في هذه السورة وبين لنا كما قلت عظمة هذه السورة، فمن عبارات هذه الآية تفهم أن هذه السورة أن ليلة القدر كم هي عظيمة عند الله عز وجل، حيث يقول تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حيث في هذه الليلة تتنزل الملائكة من الليل إلى الصباح. فطبعا نزول الملائكة ليست نزول عبثي من دون هدف، طبعا نزول الملائكة يعني نزول الرحمة، نزول البركة لعبادها الذين يحيون ليلهم عبادة لله وطاعة لله ويصومون نهارهم، يكون بركة وسلاما. ولذا في أخير الآية تقول الآية سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني فأنه سلم وسلام من قبل الله عز وجل لعباده المؤمنين لعباده المطيعين. طبعا ممكن أن تقول أنه الآية شاملة لجميع العباد، ولكن نقول أنه من الواضح أن عباده المطيعين عباده الذين لا يطيعونه هم يحرمون أنفسهم من هذه الرحمة الإلهية، من هذه البركة الإلهية، لا أن الله يخرجهم من هذه الرحمة. ولذا
في هذه الليلة تتنزل من الملائكة من الليل إلى الصباح، لأن تتنزل بمعنى يعني يدل على النزول التدريجي. فينزل الملائكة من الليل إلى الصباح سلاما للمؤمنين، سلما، حتى لو قلنا حسب بعض التفاسير أنها يعني سلام الملائكة للمؤمنين، هذا أيضا نتيجته نفس الشيء، يكون سلامهم سلام بركة وسلام رحمة إلهية فللمؤمنين إن شاء الله. بوركتم سماحة الدكتور محمد عبد الخالق. وأنتقل إلى ميسان، إلى سماحة الشيخ الكناني، وقد استوقفت جنابك عند سؤال طرحته حضرتك: لماذا ليلة القدر وليس نهار؟ نعم القدر، تفضل. نعم أستاذ، بالنسبة إلى يقول في ليلة القدر ولم يقل في نهار القدر، الظاهر أنه الليل خاص للمؤمنين، مطية للمؤمنين، يسلكون بها العابد والمخلص والمؤمن، فهو مطية للمؤمن. أنت تسمع في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لم يقل إن ناشئة النهار هي أشد وطئا، بل قال إن ناشئة الليل. ثم إنه تسمع عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: هو البكاء في المحراب ليلا. مو الإمام زين العابدين حينما يراه ذاك الصحابي وهو متعلق بأستار الكعبة ماذا يقول؟ يقول: إلهي نامة العيون وغارة النجوم، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما في الحديث القدسي عن النبي موسى صلوات الله عليه حينما يخاطبه الله يقول له: يا موسى كذب من زعم أنه يحبني، فإذا جن الليل قد غاب عني، أليس أن كل حبيب يرجو خلوة حبيبه، فها أنا مطلع على أحبتي وقد غابوا عني، يا موسى ادعني في ظلم الليالي، يا موسى هب لي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع ومن جسمك الخضوع وادعني في ظلم الليالي. فيقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر كما تفضل به الأخوة، أنا اطلعت على معنيين على وجه السرعة أبينهما. المعنى الأول للقدر، مولانا يقول القدر في هذه الليلة تتغير الأقدار، الأعمار، الأرزاق. تعرف مثلا شخص وصل أرحامه، شخص تصدق يطول عمره، والعكس صحيح. هذه القدر تتغير فيها الأقدار. والمعنى الآخر يقول القدر بمعنى الضيق، والربط بين الضيق وليلة القدر إنه لكثرة نزول الملائكة، لكثرة الملائكة النازلة من السماء تضيق الأرض بهم، فتضيق وتقدر الأرض بالملائكة الذين ينزلون إلى الأرض. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هنا استفهام، ظاهره استفهام، ولكنه في الحقيقة هذا الاستفهام يخرج إلى تعظيم شأن ليلة القدر، يعظم شأن ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا أخذنا هسه يمك حاسبة وتحسب ألف شهر تقسمها على 12 شهر، راح يطلع عندنا 83 سنة تقريبا وأربعة أشهر، وهذا 83 سنة إذا تحسبه وتشوفه هو معدل عمر الإنسان الاعتيادي. فالله تبارك وتعالى يقول: ترى هذه الليلة خير من عمرك كله، ليلة عظيمة الشأن جليلة القدر، لماذا تنزل الملائكة والروح فيها؟ الملائكة من السماء تتنزل، يقدمهم جبرائيل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. هنا مولانا إذا وقتي تسمحوا لي وأكمل إن شاء الله، يعني في حلقة مقبلة
نستطيع أن نتواصل مع جنابك في بيان هذه المعاني الكبيرة في هذه السورة المباركة. شاكر لك ما تفضلت به سماحة الشيخ الكناني، وأعود إلى استوديوهاتنا في بغداد إلى الأستاذ العبودي، وأودعت في جوابتك سؤالا حبذا لا تفضلت بإجابته، تفضل. نعم، نريد أن نرفع التضاد أو التناقض بين الحرية التامة والعلم التام، إذ أن العلم التام والمسبق بالتغييرات لا يعد التغييرات تغييرات حقيقية. مبدئيا يجب أن نعلم ما هو علم الله. نحن نعلم أننا إذ نعلم فإن العلم يستقر أو محل العلم في أذهاننا، في الدماغ، في العقل، في الدماغ. لكن الله سبحانه وتعالى ليس له دماغ وليس له محل لهذا العلم، ليس جسما، ليس مجسما، ليس جسما حتى يحل فيه العلم. فإذا أين يحل محل العلم؟ علم الله. إذن هو علم الله هو ذات معلومة. التوحيد بين العلم والمعلوم، علم الله هو ذات معلومة، علمه بي هو أنا، علمه بالأشياء هي الأشياء نفسها. فعندما يخلق شيء يعلمه، قبل أن يخلق الشيء لا نستطيع أن نقول يجهل، إنما هو الشيء غير موجود فهو غير مو معلومة. ما يصير تقول عن شيء تقول الله يعلم أنه سيخلق مثلا حيوان، ما يصير، لأن إذا كان علم قبل الخلق أين يحل هذا العلم؟ وين محل هذا العلم؟ هذا وجود، هذا خلق على نحو ما، أين يكون؟ فإذا خلقه للشيء هو علمه به في نفس الوقت لا يتأخران، علمه لا يتأخر عن خلقه، أو خلقه للأشياء لا يتأخر عن علمه بها. فكذلك إرادته الحرة، إرادته الحرة محدثة وليست معلولة. إننا في علم الكلام والفلسفة عندما نضع لكل معلول علة تستمر هذه السلسلة إذا إلى ما لا نهاية يرفضها العقل، هذا المبدأ ومبدأ التسلسل. فنصل إلى آخر حلقة في هذه السلسلة هي إرادة الله، وإرادة الله غير معلولة لأنها محدثة. فعلمه عين خلقه، فعندما نقول نعلم أنه سيغير، فعندما تقول السين أنت من حيث تشعر ولا تشعر تضع الله في قيد الزمن، والله خارج الزمان والمكان. لكنه أي تغيير يغيره الله إنما يغيره بعلم. يسأل الإمام الصادق أحدهم عن ليلة القدر فيقول يكتب الله فيها ما سيكون لعام كامل كل شيء، فقال له كل شيء، قال له كل شيء. فيجيبه يقول فما يكون لله بعد ذلك، يعني يستغرب السائل، يقول إذا الله كتب كل شيء وحدد كل شيء فوين بعد الله؟ معناته الله نوع من التفويض، ونحن نقول لا جبر ولا تفويض، فوين بعد يكون دور الله؟ قال سبحان الله، فيحدث الله ما يشاء بعلمه. فهم إحداث، إرادة الله محدثة، يحدث ما يشاء وبعلم، لأن الإحداث هو خلق والخلق هو علم جديد. فإذا العلم ليس قديم، العلم لا غير متعلق بذات الله، الله وحده هو القديم، ذات الله وحدها هي القديمة، إنما علمه محدث مع خلقه مع إرادته مع مشيئته، محدثة، كل شيء محدث. فأي تغيير يغيره الله سبحانه وتعالى ضمن مفهوم البداء هو إحداث وهو علم جديد. بوركتم الأستاذ سلام العبودي، شكرا جزيلا لجنابك الموقر. أوصل الشكر لسماحة الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق الذي انضم إلينا ضيفا كريما من كركوك، كما أوصل الشكر والثناء والتقدير لمن انضم إلينا من ميسا سماحة الشيخ أحمد الكناني. ممتن جدا من ذواتكم الكريمة ضيوف الأعزاء. أيها المشاهدون الأكارم، في رحاب سورة القدر، فإننا في رحاب ليلة كبيرة تمتلئ السماء بالملائكة والروح فيها، تصرف أمور العباد وتقسم لهم أرزاقهم إلا ما سيحدث نتيجة أفعالهم، كما بينا شيئا ما، عليكم أن تراجعوه بالتفصيل لو سمحتم حتى تعرفوا ما لهذه الليلة من شأن كبير عند الله وأمرها عظيم في خلقه. شاكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.